السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الفرقة الرابعة. أهلا ومرحبا بكم في مادة الإعلان السياحي. أولا كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم وينعاد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. عنوان المحاضرة بتاعتنا النهاردة هنتكلم عن دور وسائل الإعلام في تنمية السياحة العربية. إيه هو دور وسائل الإعلام في تنمية السياحة العربي؟ أول حاجة عندنا إن العلاقات العامة والإعلام إن بتعمل في العديد من المجالات الاجتماعية والصناعية والاقتصادية، ويمكن أن تخدم مؤسس أو هيئة وأي مؤسسة أو هيئة، وذلك بغرض إقامة العلاقات الطيبة وتحقيق التكيف والتفاهم بين هذه الجهات وبين الجماهير المتصلة بها. وإن بتستطيع العلاقات العامة إن هي تلعب دورا هاما في مجال السياحة، وذلك من خلال الترويج للدولة ككل وبناء صورة طيبة عنها في أذهان الجماهير، كما أنها بتفسر وبتشرح السياسات والخدمات السياحية للسائحين وإعلامهم بكيفية الاستفادة منها. ايه هي العلاقات العامة في السياحة؟ هي بتعمل على خلق حلقة اتصال لتقوية وتنمية علاقات المهتمين والمنتفعين بالسياحة في أي بلد، أو هي الجهود المرسومة والمخططة والمستمرة التي تسعى بها أجهزة السياحة الرسمية والمنشآت السياحية الخاصة لإقامة العلاقات الطيبة مع جماهيرها وتحقيق التفاهم وكسب الثقة وبناء صورة ذهنية طيبة عن الدولة السياحية في أذهان السائحين والإبقاء على هذه الصورة، بما يؤدي إلى زيادة أعداد السياح، وذلك من خلال الأفعال والسياسات المرغوبة والأنشطة الاتصالية المستمرة. بإحنا نقدر نقول إن هي بتعمل العلاقات العامة في مجال السياحة على خلق حلقة اتصال لتقوية وتنمية العلاقات المهتمين علاقات المهتمين والمنتفعين بالسياحة في أي بلد، أو هي الجهود المرسومة والمخططة والمستمرة التي تسعى بها أجهزة العلاقات العامة السياحية والمنشآت السياحية الخاصة لإقامة العلاقات مع جماهيرها، بما أنها تحقق التفاهم وكسب الثقة وبناء صورة ذهنية طيبة عن الدولة السياحية. طيب، نشاط العلاقات العامة في السياحة هو نشاط قائم على التخطيط العلمي اللي بيعتمد على البحث العلمي والدراسة للماضي والحاضر والمستقبل. هذه الأنشطة مستمرة بتسير في اتجاه اجتماعي واحد، بتسير في اتجاه اجتماعي واحد. أهمية العلاقات العامة للسائح، إن بيأتي دور العلاقات العامة في السياحة قبل أن يأتي السائح إلى الدولة، وذلك لأن السياحة بتعتبر خدمة غير ملموسة. السياحة خدمة غير ملموسة، فالسائح لا يستطيع أن يشاهدها أو يجربها قبل شرائها، وبالتالي فهو في حاجة إلى جهود العلاقات العامة، لأن السائح لن يأتي للدولة السياحية إلا عندما يتم نقل المعلومات إليها عنها من خلال الوسائل الاتصالية اللي بتستخدمها العلاقات العامة بشكل بيؤدي إلى التأثير فيه وجذبه وكسب ثقته وتأييده وبناء صورة متميزة للدولة السياحية في ذهنه. طيب، أهداف العلاقات العامة في السياحة إن هي بتعمل على على خلق صورة حسنة للمقصد السياحي داخليا وخارجيا، والإبقاء على هذه الصورة حسنة بصورة مستمرة رغم كل المتغيرات الحادثة والمنافسة القائمة، وذلك من خلال استخدام مفاهيم العلاقات العامة وأدواتها ووسائلها الاتصالية المتعددة.
ومن خلال نقل المعلومات السياحية الصحيحة دون خداع أو تزييف. فالمعلومات السياحية التي يتم نقلها لابد أن تكون صادقة ومطابقة للواقع تماما. طيب، أهداف العلاقات العامة في السياحة: يجب مراعاة تكامل الجهود بين الأجهزة الرسمية للسياحة والمنشآت السياحية الخاصة في تنشيط السياحة ورسم صورة طيبة عن تلك البلد السياحية. وتعد وسائل الإعلام من أهم وأخطر الوسائل التي تسهم في بناء الصورة الذهنية للدولة السياحية، حيث يدفعنا ما تقدمه وسائل الإعلام عن الدول والشعوب والأنماط السلوكية والمعيشية لها وطريقة عرضها إلى تكوين صورة ذهنية وتبني مواقف مسبقة عنها حتى قبل أن نمر بتجارب اتصالية مباشرة. وقد زاد من الاهتمام الدولي في هذا المجال ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصال والمعلومات من تطور مذهل في الربع الأخير من القرن العشرين، حتى يعني حيث تلاشت هذه الحدود والمسافات، وأصبح العالم بمثابة حجرة معيشية صغيرة بيؤثر كل جزء فيها ويتأثر بما يحدث في الأجزاء الأخرى. طيب، يبقى احنا كده عرفنا ايه هو وسائل الإعلام السياحي، ايه هو دورها، ايه هو نشاط العلاقات العامة، ايه هي العلاقات العامة والإعلام السياحي، دورها ايه في المجالات الاجتماعية والصناعية، ان هي دورها ايه، ان هي بتلعب دور اساسي في مجال السياحة من خلال الترويج للدولة ومن خلال اذهان الجماهير، وان هي بتشرح الخدمات السياحية للسائحين وبتعلمهم برضو بايه بيها. تمام كده. طيب، برضو بنقول ان هي تعريفها دي كده هي عبارة عن ايه، عن هي خلق حلقة اتصال لتقوية وتنمية علاقة المهتمين والمنتفعين بالسياحة في اي دولة. يبقى احنا كده عرفنا برضو التعريف ايه بتاع لما يجي في الامتحان ايه العلاقات العامة في السياحة، هي بتعمل على خلق حلقة اتصال لتقوية وتنمية علاقات المهتمين والمنتفعين بالسياحة. طب نشاطها ايه برضو؟ نشاطها اللي هو نشاط قائم على التخطيط العلمي الذي بيعتمد على البحث العلمي والدراسة، تمام، للماضي والحاضر والمستقبل، بالإضافة ان هي بتسير في اتجاه الاجتماعي. يبقى الهدف بتاعها ان هي بتسير في ايه، في اتجاه اللي ايه، اتجاه اجتماعي، دي من نشاط العلاقات العامة. طيب، أهميتها إن هي لها دور برضو إيه؟ إيه إن السائح بيأتي إيه إلى الدولة، إن السائح بيأتي إيه إلى الدولة، وذلك لأن السائح بتعتبر خدمة غير، لأن السياحة بتعتبر خدمة غير ملموسة. طب السائح لا يستطيع إن هو لا يشاهدها أو يجربها قبل شرائها، لازم يشتريها ولا إيه؟ لازم يشاهدها ويجربها قبل، لا يشاهدها أو يجربها قبل إيه شرائها. طيب، ان هي برضو في حاجة الى جهود العلاقات العامة، لان السائح لن يأتي للدولة السياحية الا عندما يتم نقل المعلومات عليها. تمام كده. اهدافها ايه؟ ان هي بتعمل صورة حسنة للمقصد السياحي داخليا وخارجيا، والابقاء على هذه الصورة، صح، بص ايه، صورة حسنة رغم كل المتغيرات الحادثة والمنافسة القائمة، وذلك من خلال استخدام مفاهيم العلاقات العامة وأدواتها ووسائلها الاتصالية والمتعددة، علشان نقدر ننقل البيانات والمعلومات السياحية الصحيحة دون خداع أو تزييف. فالمعلومات السياحية اللي بيتم نقلها لابد أن تكون صادقة ومطابقة للواقع تماما. برضو ان هو بيجب مراعاة تكامل الجهود التسويقية والأجهزة الرسمية للسياحة والمنشآت السياحية الخاصة في تنشيط السياحة، علشان نقدر نعظم هذا الدور للعلاقات العامة برضو، وان هي بتعمل على بناء الصورة
ذهنية للدولة السياحية إن هي بتدفعنا لما تقدمه من وسائل إعلام إيه مرئية وغير مرئية. طيب بكده يبقى وصلنا لنهاية محاضرتنا النهاردة. أتمنى ليكم كل التوفيق والسداد طبعا، وبقول لكم للتاني مرة كل سنة وانتم طيبين، وينعاد عليكم يا رب بالخير واليوم والبركات. كان معكم طبعا دكتور سيد درويش الجرحي ضمن مقرر الإعلام السياحي، وإن شاء الله بإذن الله هنفضل بقى نتوالى كده أيام المحاضرات الجاية كلها تنزل لكم أونلاين. طبعا ممكن تتابعني من خلال الأبليكيشن، لو في عندك مشكلة أو أي حاجة ممكن تبعت لي أي رسالة وأنا أرد على كل استفساراتك.